HD. السلام عليكم متابعي قناة مريانا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على إشارة الجرس تشجيعا لنا لنستمر لنشر المزيد إن شاء الله. اهتم بنفسك علشان محدش فضيلك. كل يوم علبة زبادي، اشربي ينسون علشان يزود هرمون الأستروجين وصوتك ينعم وبشرتك تتحسن، وتزيدي أنوثتك. اشربي زنجبيل علشان تبقى ريحة عرقك حلوة. امضغي دايما عودين بقدونس علشان ريحة نفسك تكون أحلى. اشربي دايما حليب قليل الدسم علشان يمدك بالكالسيوم. قللي أكل الحاجات المحفوظة والمعلبة، والتونة علشان مليانة مواد حافظة حتجيب لك زهايمر بدري. خفي من السكر الأبيض علشان بيخلي تجاعيد الوش تظهر بسرعة. بطلي تتخانقي مع جوزك. ليه بقى؟ عشان هو بيتخانق معاكي من هنا ويروح يسهر مع أصحابه، وانتي تتخانقي معاه من هنا وتقعدي تتأكدي لحد ما يجي. اتفرجي على برنامج من سيربح المليون علشان يزود المعلومات عندك، واتفرجي على ناشيونال جيوغرافيك كل يوم علشان تقوي ذاكرتك. وبلاش كل مرة تشربي مشروباتك باردة علشان بتعمليها وتنسي تشربيها من جريك طول النهار والعيال. زودي شرب المية علشان بشرتك تتحسن ومش تكون مجهدة. كل 3 أيام خدي على الريق معلقة عسل أبيض على كوب مية، وبعد ساعة افطري. خدي بالك، انت ملكيش اتغيار ومحدش حيسلفك صحته، ولو حتى عيالك نفسهم. ايه رأيكم بلهجتي المصرية؟ مع تحياتنا لأهل مصر أم الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مريانة.